بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورمضان كريم، وتصوموا وتفطروا على خير وين ما كنتم على امتداد القارة السمراء. الاسم سيف الدين سليمان من جمهورية السودان. كنا نتحدث خليل عن جائحة الكورونا والتحديات التي واجهنا في خلال الفترة السابقة. في وقت مبكر قد أطلقنا مبادرة الحصن الرطب، وهي مبادرة شبابية تتوقف على دعم الشرائح الضعيفة من خلال خائدة بيانات التي تم جمعها من خلال شباب متطوعين في مناطق مختلفة مثل مدينة 6 أكتوبر وفيصل وعين الشمس والمعادي أو في جميع أنحاء المعمورة، وذلك لحصر عدد اللاجئين الأفارقة والوافدين الذين انقطعت بهم السبل طوال فترة الحظر وإخلاق الحدود إخلاق الحدود بين الدول. هذه الشرائح لقد قمنا بتوفير مواد تموينية وأيضا منها السكن والإعاشة، لذلك حتى يستطيعوا يعني توفيق أوضاعهم والعودة إلى بلدهم بعد انتهاء هذه الأزمة. أما بخصوص ما تعلمناه من جائحة كورونا، كانت درسا خاصيا جدا، وهو أن لقد بين لنا كم نحن يعني ضعفاء جدا. ومن الدروس الذي لا ننساه أن ليس هنالك أفضلية في هذا الكون، مهما كان في اختلاف ألواننا وأجناسنا ومواقعنا الجغرافي كلنا واحد، والقوة الحقيقية التي تكمن في إنقاذ الشعوب هو الترابط والتعاضد والمشاركة. لذلك كما قال أحد الحكماء: كن في حياة الآخرين كحبات السكر، وحتى وإن اختفيت تركت طعما جميلا. كونوا بخير وخليكم في البيت.